اليوم قيل لي صدفة، ماشي لأنني ما كنعرفوش ولكن كنعرفو، قيل لي أن اليوم هو عيد الحب بطريقة من الطرق المتداولة عندنا عندما نريد أن نهنئ بعضنا بحلول عيد من الأعياد. قالوا لي مبروك عواشر، انت اللي قلتيها لي ماشي انت، المهم شي واحد، الله يعلم شي واحد قال لي مبروك العواشر. وانا اليوم وان كانت هذه تعبير على مستملحة من صديق زميل في العمل، ولكن تختزل في طياتها ما تختزل، ما فيها بس نهضروش شوية على هذا الشيء ديال عيد الحب اللي كيرجع التاريخ ديالو لسنوات ان لم اقل قرون خلت يوم اعدم احد الناس الذين يسمون كان يعد قديسا، قديس فالنتان، بسبب حبه لفتاة جميلة وذات مركز اجتماعي وأهلها ذو مال وسلطة. والرابط هنا مستمعتنا الكريمات مستمعي الأكارم، ماشي باش نجبدو عيد الحب باش نضحكو به، وي هو في بعض الأحيان وفي بعض سلوكاتنا وما نقوم به كمجتمعات عربية وبالضبط كمجتمع مغربي بعض الأشياء تثير الغرابة، ماشي باش نضحكوا به وماشي باش نستهزئوا من الناس اللي ربما عندهم هذا الاختيار ديال الاحتفال بعيد الحب، ولكن لنقول أمرا، القيم الإنسانية النبيلة ما كنحتاج شيء فيها، لا تحتاج ليوم من الأيام عاد باش كنستحضروها سنويا، قد لا مهم ما نقول لكم شيء، هذا الموقف ديالي وكل شيء خاصه ياخده، لا بالعكس، ولكن هذا مجرد تأمل أتأمله بمعيتكم مستمعاتنا الكريمات مستمعي الأكارم، ولعل بطبيعة الحال واحد التجربة تعرضنا لها البارح وتناولناها البارح، اللي هي تجربة شابة من فاس وجدان اللي تحدثت لنا على أبهى تجليات الحب والعشق والمودة والوئام، ذلكم هو الحب وذلكم هو العشق وذلكم قد أقولها ذلكم هو الهيام، الهيام والحب والعشق اللي ما مرتبطين شيء بالكلام فقط بقدر ما مرتبطين بالأفعال، مرتبطين بالتواجد، مرتبطين بالتعبير بشكل من الأشكال على الحب، وهذه القضية ديال التعبير بشكل من الأشكال على الحب وغدا غادي نناقشها معكم بمعية الأستاذ محمد المدني اللي غادي يكون معنا إن شاء الله غدا مع العشرة ديال الليل في البداية ديال الحلقة، وغادي نناقش معها مجموعة من المواضيع وغادي نناقش معها حتى هذه القضية، وإن كنا شرنا لها في حلقة يوم الأحد ديال تعبيرنا كمجتمع وكأفراد لبعضنا لبعضنا على الحب، واش فعلا احنا كمجتمع كنعبروا على الحب وبأي طريقة نعبروا على هذا الحب. مهم، هذه مجرد تأملات يمكن تاخذوها يمكن ما تاخذوها شيء حسب الرأي ديال كل واحد، ولكن انا فقط هو تأمل تقسمته معكم ومع اسماعكم. ناخذ اول تجربة ضمن حلقة اليوم ونقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك لالا. أهلا سي حامد. أيه شكون معنا؟ معك هدى من كازا. هدى من الدار البيضاء، مرحبا بك لالا هدى، شحال العمر ديالك؟ العمر 30. 30؟
30 30 يلا سير تفضلي على الهدى. شو بغيت تعاودي لنا هاد الليله؟ بغيت نعاود لك على واحد المشكله مع الدوز ديالي، راه فيها مكسره ما كاينلاش غير بشويه عليك. انا كنت انا المهم نعاود انا كنت مزوجه براجل الاولاني واني معاه جيد. اها هو كانت يعني كانت تشتت، كنت واخده سيد مساكن يعني، وكانت تشتت تفرقت انا وياه وولدت معاه وليد. وعساني ملي كان عنده ولدي في عام ونص تزوج، الزوج الثاني تعرفت عليه عبد الطاق فيسبوك. ملي تزوجت في عبد الطاق فيسبوك شي 8 شهور وانا كنهضر معاه في فيسبوك، اصلا خطبني من الدار، خطبني من الدار دازت عشان جات خوها مو درنا اللاكس تزوجنا. انا كنت ديجا خدامه يعني كل مره فاش كنخدم ما عنديش خدمه محدده، ابقي وليت كنبيع لباس المحدثات. مني كنبيع لباس المحدثات كان كيهضروا معايا رجال في الفيسبوك اللي كيبغي يشري الماركي شي حاجه، وكيهضروا معايا العيالات او ميم طون. واحد النهار ياك راجل يدخل ليا الفيسبوك ديالي، شفت واحد شريتي تلوزه وشي تصاور خايبين، ومن تما الزوج ديالي ولا كيشك فيا. اش كيدير؟ ولا كيشك فيا. وانا كنقسم ليه بالله، يعني انا سيده مساز انا ماشي ديال اللي كنحلف ليه بالله وبالمعقول، كنقول ليه درت فيا الثقه. انا يعني كنعرف الحدود ديالي وبين الله، يعني هذاك اكبر من الكبائر هي الزينه والخيانه. يعني انا ما نقدرش، يعني كنتمنى ندخل الجنه ما كنتمناش تكون مستوانا النار. ايوا صافي من يومين هذاك نقول لي شوف انا راه عندي، هو المستوى ديالو ديال المعيشه يعني هابط عنده النيفو، يعني انا شويه من طبقه متوسطه ما يقدرش يوفر لي الاحتياجات ديالي. كنقول لي الكفار كتهز على جوج ديال اليدين باش نتعاونوا ونوصلوا امامته. انا اصلا عندي واحد القصه اخرى، انا يتيمه مربيني والديا، يعني خاصه والديا تهمني. هذه ما فهمتهاش، يعني انا يتيمه مربيني والديا، ما فهمتش حقا. مربيني والديا زعما كاين اللي مربيني. شنو هو مربيني؟ زعما كاين والديا، والديا اللي مربيني حاليا هما اللي كيساعدوني هما كتعتبريهم بمثابه والديك. اييه زيد صافي انا خشيت نلعب صافي هذيك. وبقى كيشك فيا كيف كنحلف ليه بالله، كنقول راه ما كاين حتى شي حاجه، راه خص تكون بين راه الحيز الزوجي خص تكون بيناتنا الثقه، ثقه وتكون الثقه متبادله. شوف انا كي ثقه فيك، يعني انا كنطلب من الله تعاوني وتساعدني ندير في البروجي ديالي وندير في محل اللي غادي نتعاودوا فيه ونطلعوا من المستوى ديالنا. انا كنفكر للقدام، الزوج ديالي صغر مني بثلاث سنين، انا هو دابا عنده 28 عام. صافي هذيك ولا كيسدني ولا كيعايرني ولا كيضربني. وانا واحد النهار خرجت وكنا معروضين، ومنين رجعنا قلت للوالده ديالي شي طونوبيل، كتشت طونوبيل بس كنت شويه دخلت هو اللي لقيتو كيشاطي وكيهضر مع البنات، وفي واحد الحاله ما نقولش لك كي دايره، يعني بقيت كنمشي كنمشي كنقول لها اش كدير هاد السي، المهم في واحد الحاله خايبه. المهم قلت لها اش كدير هاد السي، وداك السي قال لي شوفي ما بقاش فيا حتى لقاش هو ساكن معنا في الدار، قال لي هانت يا شوفي. المهم بدا كي ما كندير والو، راه كنهضر مع اختي قلت ديك الطريقه اللي لقيتك فيها وديك الوضعيه عليا راه ما كتسمحيش بانك كتهضر مع اختك، فهمتي؟ المهم ما قدرتش نقول فاش لقيت الحاله. واضح واضح زين، يعني هادشي راه كيعصب، يعني داكشي هو دابا انا المشكله اللي تبقى فيا داكشي هو اللي كيدير كيصحابو انا كنديرو. انا قسما بالله لا 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 ما كنديرش شي حاجه خايبه، يعني كنخدم بما يرضي الله، واي حاجه اللي كترضي الله ما كنديرش شي حاجه خايبه. نعم باش يتفهمني انا بالتهم اللي فيه هوايا، داكشي علاش بقى فيا الحل. ودابا وصلنا للطلاق وداير معايا باش نتسوقو نديرو طلاق اتفاقي ونتسوقو، هادشي اللي كاين. وهاد السيد هذا شحال هادي باش تزوجتي انت وياه؟ دابا عام سنه ونص. يعني اللي كنقولوا الفيسبوك والانترنت هما السبب باش تزوجتوا. هو السبب باش تزوجنا. وزعما انت ما كانش بالامكان زعما هاد القضيه ديال الفيسبوك تهدي منها؟ لا ماشي باغازا، ما كنقولكش انا المهم، كنقولكش باللي
اللي صيفطوا ليك واللي ما صيفطوا ليكش. ولكن كنعتقد في العلاقات الزوجيه واحد الحاجه فيها مشكل كنتخلصوا منها باش نرتاحوا بزوج. وياه حاولتوش تتفقوا على هذه المساله؟ وحنا نتخلصوا، ولكن انا يا عندي وليد خاصني نصرف عليه، شكون اللي يصرف لي على ولدي؟ هو دابا جذب الفيسبوك المصروف. لا حيت لا بصح لقات القضيه المصروف، حيت لقات انا كنصرف على الابن ديالي. ايه ايه، ولكن جذب الفيسبوك المصروف. واش الفيسبوك هو اللي كيجيب لك ما تاكلي؟ اه الفيسبوك هو اللي كنخدم بيه وكنبيع فيه اشياء، انا كنبيع بطاقة فيسبوك. فهمتي؟ ديك المجموعات ديال البيع والشراء. اييه. اها. اه هذا الشيء اللي كاين. والزوج ديالك منين منين قبل ما يعني قبل ما ترتبطوا انت وياه وتزوجوا ما الى ذلك يعني كان عارفك شنو كديري من قبل ولا هادشي ولا عاد جديد؟ لا ديك الساعه كنخدم خدمه ماشي كنت كنبيع ونشري الحوايج، كنت كنخدم خدمه واحده اخرى وكنت يعرفني كنخدم. واش راه طالع عليه نهار الاول تساوي الناس، انا راه عندي وليد يعني راني مسؤوله يعني رخصني ولدي نصرف عليه، بغى نقراه مزيان، بغى نكبره يعني بغى المستوى اللي بغى نطلع ولدي. ايه يعني كل واحد يتمنى لوليداته الخير. تماما هذا الشيء اللي كاين. وهذا السيد هذا كي تنقولوا انت في الاول كنتي عارفه باللي كيسميتيها قبيله نيفو شنو قلتي ليا؟ مستوى المعيشي هابط. هاد السيد اللي كنت قلت لها نتعاون، كنت كنقول لي بحال الكفار كتقبض على زوج زوايد، جهه منها انت وجهه منها انا باش نوصلوا. شفتي واحد كتلقى الناس موظفين، بجوج موظفين يلاه كيتكافوا كيتكافوا مع الزمان. اييه تمام. داكشي انا ملي كنقول ليه هاد الهضره وكنهضر معاه بحال هكا ما كيفهمنيش، كيقول لي خصك ترضي بالوضع ديالي واللي جبت لك التكليف. كنقول ليه شوف راه حسب ملي كنمشيو ولا سافر ديال يعني راه المراه خاصها كيفاش خديتها تعيشها في المستوى ديالها. انا ما بدينا خليه علينا ما كنفهموش فيه بزاف. يلا تفضلي. يعني المراه اللي خدوش بيها خاصها تعيشها في المستوى اللي عايشه فيه انايا. يعني نطلع عندي مش انا نهضر عندك. كي درتي لهادي ما فهمتهاش مزيان؟ يعني ما فهمش هو يطلع عندك ماشي انت تهبطي عندك. يعني انا بعدا اول حاجه قلت يعني عايشه في ابطاغ طومو هما. أيوة. عايشين في الديور الصافيح، ما يمكنش انا نمشي نكون عنده. شرطت عليه النهار الاول وقال لي انا اصلا ما عنديش باش نكري. قلت له مرحبا اهلا كن معنا في دارنا ما كاينش شي مشكل. واخا وسكن معاك في داركم وفين فاش بغيتي يطلع عندك زعما؟ ما فهمتش هذه القضيه. حيت لقاش هو انا وياه في العقليه ما كنتفاهموش. كيفاش تتفاهمتوا النهار الاول؟ فهمتوا بجامع كومنتار ولا كيفاش؟ لا لا بس الاول كنتفاهم معايا وفي الاخر دخلت تقلب ما عرفتش علاش. لا راه حتى انت واقيلا تقدري تكوني تقلبتي. لا لا ما تقلبتش. علاش نقول لك علاش؟ قلنا انا ماشي كنعاتبك ولا، ولكن بالعكس غير انا من تنطلق من الهضره ديالك. نعم. دابا انت واحد النهار درتي داك جوجل حليتي الفيسبوك وبقيتي هكذا كتصفحي انت تلقاي واحد لانفيتاسيون ولا صيفطتيها ما نعرف. المهم سالي سافا داك الشيء طن 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 تعرفنا ثمان شهور وحنا كنتعارفوا وحنا واحد ما عاطي انطباع الحقيقي للاخر بشكل من الاشكال. جا خطبك وضعتوا النقاط على الحروف، عارفه مستواه المعيشي كي داير، عارف مستواك المعيشي كي داير، صافي تزوجتو. هو كي تنقولوا حسب ما فهمت انطلاقا من عزة النفس ديالو ما كيبغيك شي ديري بزاف ديال الحاجات، وانتي وانتي انطلاقا من الرغبة ديالك في الحفاظ على وضعيتك فهمتيني، بغيتيه يدير داكشي اللي 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 بغيتي انتي اللي كيلائمك انتي. لا لا ماشي انا نقول لك. يلا فهميني. دابا هو ساكن قريب ليا في جنب نواحي كازا قريب لي. وقت يمي في الساقر معايا هنايا خاص يعني الخدمه اللي خدمتها وفي خدم هنا انت خدم انت خدم خدم شهرين ولا كيشتغل معايا وكينوض وكيخرج وفين كيخرج كيمشي يرجع للبلاصه ديالها ويمشي في الصحار. هدى نعم شوفي لي شي بلاصه زعما ما فيهاش ضجيج. راه لقد ما عنديش شي بلاصه اخرى. اي اي عامره دكتي انا. اه كملي. وكيمشي كيتبحر وكيخليني كنقول لي ما يمكنش انت تمشي تتبحر
وزاد عاوتاني حسب قريبة رمضان وداكشي كنقول لي ممكن تبقى تخليني تخرج قلب على خدمة ويعني راسي سهر ولا سهرين هو جالس ممكن نخرج قلب على خدمة ما بغاش قلت ليه هذا رمضان اللي خاصك تنزل تتحرك ما تبقاش مريح في الدار هو بحال كتقول جايه من الجنة والناس اللي بعدها المهم قلت لا يا ودك يعني اي حاجه كان ما انا خدامه اي حاجه كان صافي يعني كنقول ها هي راه ما يخدم حتى يخدم يعني ما يعني كنت كنحمل الحنون انا واحد الطفول اللي تهز تعود من هز ولدي اللي تهز حتى هو وشنو ولا دار لي مشى دب معايا فاش كنت في داك الموقف الحارج دب معايا سرقني وضربني وخرجت متوسط ليا من الدار لا في واحد دقيقه اها على العموم هاد التجربة ممكن نختلفوا فيها شي نناقشوا فيها شي شوية الاختلاف السلام عليكم وي السلام عليكم اسمح لي غير حتى الأصل اللي كيطوني كيدق عليا قلت لك صافي هي هذيك صافي هي هذيك مشى خلاني وثمان شهور مدة ديال ثمان شهور حتى دعيتو على النفقة ديالي عاد جا ومنين جا من زاود هيتو عطاني النفقة ديالي وداكشي مدة ديال ثمان شهور هو سامح ليا ما كيهضرش معايا المهم هي هذيك ومنيزة علاش رجع ليا قبل ما يرجع ليا وعطاني النفقة ديالي كيبغى العقد ديال الزواج لاقاش باغي يسافد يعني بغاني غير لوديت حاجته وانا كنقول لك باغي يسافد مناش يسافد باش يعاود العقد ديك المبادرة ديال مدن بدون صافي اها زين انا ما نعطيكش ايوا المهم تلقاش قشيت ما تلقاش ما كيعطي ما ديك الثمان شهور اللي خلاني نزيد على شهر هي 10 شهور يعني بلا صرف بلا مصروف بلا والو دابا شوف هدى نعم انا زعما الا كي تنقولوا واش ماشي هاد السيد هذا لا انت لا هو بجوج ما قدرتوش تحددوا الطموحات ديالكم بجوج انت بيان سور كي تنقولوا محدده الطموحات ديالك عارف راسك شنو باغيه واش هو ما قدرتيش مثلا تقنعيه بطموحك نعم وراه كنقول ليه هو ما كيبغيش باش ما كيبغيش ما كيبغيش هو عنده الطموح ديالو محدود حتى واحد ما عنده الطموح ديالو محدود لا داك النوع عنده الطموح ديالو لا ماشي هو اللي عنده الطموح ديالو محدود بشكل من الاشكال حتى انت ربما تقدري تكوني ساهمتي في ان طموحه يصبح محدود لا انا ما عرفتش هو بحال هكا اي راكي عرفتيه وجيتي قلتي له اجي تسكن معانا فهمتيني قلتي له اجي هانتا تسكن معانا وانا نخدم وتنتا حاول تخدم فهمتيني ونمشي شويه بشويه ولكن هو فجا شنو كيقول في الدماغ ديالو شنو كيقول صافي بحال كنقول لك نلقاوها مسبيه ايه سي نورمال واحد السيده بغات تزوج ولكن انا هذا هو الفهم هذا هو الفهم انا المفهوم ديالي تزوجت غير باش نستر راسي وامام تنوجد وليداتي حيت لقى الصغر ما كيدومش الصحه ما كتدومش الصحه ما كيدوم ما كيدوم غير وجه الله والمعقول يعني انا الحسن ديال الطن ديالي يعني كي عرفتو الحسن ديال الطن ديالي مزيان ولكن ملي عاشرتو وليت كنعرف عقليتو يعني عقليتو بوحديتها ما عمرناش شي عقليه بحال هكا قسما بالله نعم عنده داك الشيء محدود صافي وما بقاش باغي صافي ومن صافي ما بقاش ما شنو اللي كيكتب لي انا الخير كنت لي انا راه ما يمكنش نخون انا راه كنخاف من الله انا راه كنخاف من الله وكنعرف بيني وبين الله ما يمكنش ندير لها هكا دابا هاد الحوايج اللي فاتهم تاني كتخون في انا صافي يعني ربما هذا الاختلاف بيناتكم في الطموحات ولد واحد الشك كبير اي داكشي اللي كاين واخا وما عندكمش ولاد لا انت وياه ما عندكمش ولاد لا وطلاق زعما بان لك حل من الحلول شاتها الاخت ما عرفتش كما قلت لكم قبيله التجارب اللي كتبنى على شي حاجات مثلا التجربة اللي كتبنا على او العلاقة اللي كتبنا على الفيسبوك على الانترنت وهادشي ديال التواصل ولا
و من بعد فاش كي يحصل الارتباط وكيتزوجوا الناس كيولي هذاك الشيء اللي لقاهم هو اللي ما مزيانش، هو اللي فيه المشكل. هذا جانب. الجانب الثاني عاود في هذه التجربه ديال الاخت هدى هو الاختلاف في الطموحات، هو الفهم ديالها للحياه والفهم ديالو حتى هو ديال هذا السيد. وهذا الشيء طبيعة الحال اللي كيرتكز على بزاف ديال الحاجات، فهم العلاقات الزوجيه، كيفاش الناس كتمثل هذا الزواج، وكيفاش كنحاولوا نوجدوا احنا كاباء ما فيها باس نوجدوا الابناء ديالنا الزواج بشكل من الاشكال. من بين هذه الاشكال هو كيفاش كنهيئوا الابناء ديالنا يكونوا مسؤولين في كافه مناحي الحياه. هل هم هي تجربة نتمنى أن أخت هدى تجدد بنا التواصل، وربما نحاول نستوعب بعض الأبعاد في تجربتها، وكذلك نتحدث معها حتى على الحل النهائي، واش ديمات يمكن يكون طلاق، ديمات يمكن يكون هو التفكك الأسري، واش ما كاينش وسائل اخرى وطرق اخرى باش كنعالجوا المشاكل ديالنا. نرجعوا كذلك لبعض الاضاءات في تجربة هدى. نجدد التواصل واياكم مستمعينا الكرام على اثير اذاعه مدينه اف ام وبرنامج فسحه امل. كيف ما قلت التجربه ديال هذه السيده اللي تواصلنا معها فيها مجموعه من المعاني، وان كان بعض المرات كي يخيل إلينا على أننا نكرر التجارب. اللي متبع معنا الحلقات كيقول باللي مثلا هذه الإشكالات ديال الزواج والطلاق والتفكك الأسري هذا أصبحت مشاكل كثيرة، ويمكن عندنا الغزارة في التجارب من هذا النوع. ولكن اللي يمكن هنا نناقشوه هو ان اي تجربه انسانيه كيف ما بغات تكون عندها الابعاد ديالها. احنا مرات اللي هضرنا فيها على هاد العلاقات اللي كتبنا بناء اللي ما كيكونش فيه نوع من الوضوح، ما كتكونش فيه نوع من الصراحة، ما كتكونش فيه نوع من تنازلات، بقدر ما أن مثل هذه العلاقات تبنى فقط على الانجذاب. يحصل الانجذاب ما بين شابة وشاب، فتتوج العلاقة بالزواج، ولكن من بعد كنوليو كنجتروا هذيك الاشياء اللي ما كنكونوش هضرنا فيها، ما كنكونوش عارفينها، ما كنكونوش شيء فهمناها بشكل كبير. المجال ارحب بطبيعه الحال استيعاب تواصلاتكم تجاربكم. السير دوان من بركان كنعتذروا لك، ما عرفتش الخط معاك انقطع
وانت كتحدث معايا في خارج يعني في الكواليس اللي تسر دوان ربما حتى هو عنده مشكل يكاد يكون قريب من مريم. مريم هدى مريم جات معنا البارح. مشكل يكاد يكون قريب من هدى من مدينة الدار البيضاء. حتى هو قال لك ودي 6 سنين هو مع الزوجة ديالو، ولكن حصل أنه واحد النهار دخل فجأة وفي التلفون ديالها لقى بعض الرسائل وبعض الأشياء اللي هي ما ماشي هي هذيك. وهاد الأشياء اللي لقى أثرت عليه، أثرت على علاقتهم، أثرت عليه حتى هو تفعطاه في العمل ديالو في مجموعة منها من الأشياء. سردواني اللي كتسمعنا نجدد بنا الاتصال، مرحبا بك. وكذلك الأخت هدى مدينة الدار البيضاء، من أجل أن نكملوا الاستماع والتمعن في التجارب. نواصل وإياكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة مدينة فم وبرنامج فسحة أمل ضمن ما تبقى من الأمد الزمني من الجزء الأول اللي كنستقبلوا فيه تجاربكم وقصصكم وكل ما تودون تقاسمه معنا في هذه الفسحة الأثيرية اللي نطمح من خلالها كما أقول دائما في أن نروض الأمل وفي أن نتعايش ونعيش بالأمل. هدى جددت بنا التواصل من بعد ما شارجات الهاتف. مرحبا بك هدى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام هدى، تفضلي. مرحبا مرحبا تفضلي. مرحبا. بس خلينا خليناها في ان كما قلت لك واش انتوما ما ناقشتوش يعني ما عرفتوش طموحات ديال بعضياتكم من قبل ما تزوجوا. وانا وقت معه وكنت يعني كنت مزيانة فيه، كان معايا مزيان، ولكن هاد القضية ديال الفيسبوك والبيع ديالي ما عجباتوش وبغاني نحيدها بمارة. وانا هاد القضية جاتني شوية مربحة وكان صعب يعني الحمد لله. وما كاين زعما شي طريقه اخرى باش يمكن ما كاينش شي طريقه اخرى؟ دابا الحمد لله عجبتني هاد البعشة وانا كنطمح كندير كاع مشروع فيه. والزوج ديال والزوج ديالك كي تنقولوا ما عجباش هاد القضيه؟ ما عجباش. واش ما عجباش لانك كتربحي اكثر منه الفلوس اولا ما عجباش؟ يمكن يقدر وحنا كتعرف التطلبات ديالنا العيالات بزاف، يعني انا يعني هو بواحد المدخول ديالو اللي هو قليل، يعني باب انا تتبعني بزاف ديال الحوايج، يعني وحنا العيالات كنطلبوا بزاف ديال الحوايج، يعني خصنا ضروري نتعاونوا بجوج، يعني واش رد عليه نهار الاول. نعم. هو واش شفتي انت في الطلاق على انه حل اولا شفتوه بجوجكم في الطلاق على انه حل؟ لا هو فيش كلي صافي نتلقوا ما نتعاملش، اما انا كنبغيه ويعني مقتنع به، وخا الافكار ديالو ما كيعجبونيش ولكن مقتنع به كشخص. وخا الافكار انا وياه ما كنتفاهموش بمارة، من الدبزات ديالنا اكثر من المصالحات. كتبغيه؟ وانا كنقول ليه بانني راه ما كنخونو ما كنت حتى شي حاجه، يعني انا اصلا انسانه كنخاف من الله، يعني قبل منه هو وقبل يعني من كنت صغيره التزمت بكري، فهمتي؟ يعني ماشي حتى جا هو عاد فرض عليا بزاف ديال الحوايج، يعني انا يا من صغري التزمت. واخا دابا ربما انت هاد المشاكل دابا اللي هضرتينا عليها ولا هاد الشيء اللي واقع بينكم وبين الزوج ديالك، واش كتشوفي انه راجع لان العلاقه ديالكم تبنات على الفيسبوك والانترنت وكذا، او لا راجع للاختلاف في الطموحات بيناتكم؟ بعد واحد النقطه نهضروا عليها، حنا دابا في الاصول كمغاربه، يعني حنا كمغاربه يعني حنا في الاصول ديالنا ملي كيتدبزوا الصغار كيتدخلوا الكبار. اييه ودارهم ما تدخلوش بصفه عامه، ما عمرهم جاو سولوا فيا.
واش ما تدخلوش لانه هو مسؤول على داكشي اللي كيدير، اولا ما تدخلوش لانه ما 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 باغينكش انت اولا ما متقبلينكش. ما عرفت انا بالعكس كنت كنتعامل معاه كنقول له واخا داك القليل ديالك سير خلي لما كنا خدلات في زعما تنصف لها الفلوس، يعني كنتعامل معاه بحال الام ديالي وربي شاهد عليا. يعني كنتقاش حتى انايا عندي ولادي يعني يمكنش لي يمكنش لي يعني قالك كما تودي ما تودع. نعم غادي نبدا وحده في حياتي. يعني كنحب الخير كما كنحب راسي كنحب الغير. نعم وفي التجربه الاولى ربما اللي كنتي اللي جا ثمرتها هاد الابن اللي عندك ربما رجع المشكل لهاد الاشياء او لا مشكل اخر؟ لا لا غير مع سبب الالتزام وسبب التشدد في السن، يعني بزاف يعني هاد الشيء اللي كاين يعني ماشي يجي التلفازه الاخبار ما كتعرفش شنو واقع فيك مستحيل. يعني انا كيعجبني نطلع الاخبار ونعرف شنو كاين ونعرف شنو ضايع. نعم فهمتي يعني يعني ربما اجي ما بالعكس انا الانسان اللي كنت واخده النبض على هذا عقلي عقليا وتفلاج وكلشي. واش ماشي ربما الاختلاف هو اللي عندك مع الناس في الافكار ربما هو اللي يمكن يكون كيؤدي لهاد التقلبات ولهاد الفشل ديال علاقتك؟ والله ما عرفت انا بعد انا كنفكر بحال هكا كيعجبني نكون انسانه طموحه ويعني كنفكر للقدام يعني الماضي ما كيعجبنيش راه زعما كيعجبني ديما نشوف القدام هادشي يعني حيت لقيت انا كنت في السينما وعندي عندي حرقه من الوالدين ديالي يعني الاب ديالي مزوج وسامح فيا الاب ديالي مزوج وسامح فيا وعاد الام ديالي كذلك مزوجه حتى هي يا بنات بكل شيء يعني عشت واحد نقول لك يعني واحد نطور شكل يعني انا بقيت بحال هكا كيعجبني نشوف المستقبل ونكون ديما نتقوى ديما نكون قويه زعما كنكون ديما قويه ما كيعجبنيش نكون ديما ضعيفه ولا تكون شخصيتي ضعيفه ولا شي حاجه فهمتي كيعجبني كنقصر كيف كيجيني انا اصلا شنو درت قلت لي زعما كان هو خاصو يعوض ما في الاب ديالي ويكون واحد السطر حنين كما كنقولوا يكون راجل يكون بزاف ديال الحوايج كنقول لك نقول لي انت دابا واحد النحيه كيبقى يعيد لي فوق هضر فيه. لا دابا انت قلتي لي بغيتي تكوني قويه. اه هاد القويه اللي بغيتي تكوني واش حتى على حساب الافكار ديال الناس حتى على حساب لا طريقه تفكيرهم على حساب وضعهم كيفاش؟ لا زعما كان غير على حساب شخصيتي انا نكون قويه نكون ذاك الاهداف ديالي وذاك الاهداف اللي بغيت اي حاجه نتمني ذاك حياتي نوصل لها ان شاء الله باذن الله. ما بين التجربة الأولى والتجربة الثانية شحال خدات ديال الوقت؟ أنا حيت لقيت الزوج الأول خرجت من عنده كنت محل وأنا النهار اللي كان ولد فيه طلقت وجلست عام ونص عاد تعرفت على هذا الزوج ديالي الثاني. نعم هدى شنو الرسالة اللي تقدري توجهها ربما الشابات اللي يقدروا يكونوا في نفس الوضع او نفس الوضعيه ديالك؟ اللي كانت زعما كاين انا كنقول زعما اللي كانت عندها ومستقله ماديا وعندها دارها وزعما كنشوف راجل بانه راجل ويعول عليه يكون يعول عليه من الضم ولكن يعني الراجل كيبقى مرخي على المراه وداكشي ويعول على المراه ما تعرفش هاد الواقع ربما ماشي شي راسك بلي انت ساهمتي فيه شي شويه لا ما كنظنش. علاش ما كنظنش؟ ما كنظنش لا واحد لقيت انا يعني الهدف ديالي هنا هو الهدف ديالي غير ربي ولدي وكما كتقول مقرره يعني تقدري انت تربي انت تقدري المهم حنا دابا ما غنرجعوا شي بالزمن اللور ولكن واش ما كتشوفيش على راسك انك كنتي قادره تربي ولدك ماشي بالضروري وانك مزوجه؟ واش ما كنتيش كتشوفي بلي انت قادره كنتي قادره تربي ولدك ماشي بالضروري انك تكوني كنتي مزوجه؟ ايه قادره. اها قادره
والزواج كان بين بناء على اش؟ على حب، على احتياج؟ اه على حب. انا كنبغي داك العلاش، انا كنت كنبغي وبسبب ديال الحوايج وتخايل زايد كيوم كي انا واخا حنا مسلمين ما كنامنش بعيد الحب وداك الشيء، ولكن انا كنقول لك راني كنبغي كنموت عليك وصافي. يعني داك الشيء بغيتي ديرو ديرو وانا نقطع عليه صافي. تخيل بانهم بالاود، تخيل بانهم بلوكيني من الفيسبوك وبلوكيني من الواتساب، يعني بلوكوني كامل اي حاجه اللي غادي نشوفها بلوكيني منها. نعم نعم هدى. وبالرغم من هذا عيطت ليه وقلت ليه كنبغيك؟ يعني انا يعني كنضحي معاه، كنقول زعما الله يهديه الله يدير عقله، يعني يكون باقي صغير ممكن ينوض كل عجن ديال واحد مازال يعني ما كيحس براسو غير سبونسابل حتى ديال الوليدات. يعني كنبقى نفكر انا بحال هكايا، ولكن هو كيفاش كيفكر ما عرفتش لحد الان، مازال ما عرفتش هو كيداير التفكير ديالو. نعم لاله هدى. مازال لاله هدى بغات تقول شي حاجه؟ نعم لا صافي، لكن ما كنسي الاقتراحات ديال الناس ويقولوا لي واش كان عندي شي غلط ولا انا على صواب وراك كنهضر معاك الدنيا الخلعه ولا تخاك اي مصافي هذا اللي كاين. وشكرا لسنا فوتيالك وبارك الله فيك. تناشاك هذا البرنامج، مرحبا مرحبا. زوينين بحال هذا البرنامج، الانسان كيفتح فيهم قلبه مزيان. مرحبا بك لاله هدى، مرحبا بتواصلك ديالك معنا. شكرا جزيلا لك. شكرا سلام عليكم. شكرا لك. شكرا لك لاله هدى. ربما كان علاش انا تسالت معها على واش هي ما كانتش قادره تستوعب الوضع ديال هذاك السيد اللي ربما فكرت انها تزوج به وقبلت انها تزوج به كما هو. بمعنى واش مني كنستوعبوا أو لمن كان بغيو أننا ندخلو أو نلتزمو في شي علاقة، ما واش كنلتزمو بها من أجل الشخص كشخص بما له وما عليه وما عليه، أو كيف ما قلت قبيلة كان نلتزمو فيها سبب واحد انجذاب حصل واحد النهار. بالمعنى واش علاقتنا الإنسانية تنحاولوا أننا ندفعوا عليها الطابع ديال الجدية والالتزام من الأول، أو لا فقط كنكونوا كنستأنسوا بعضنا البعض، ولكن منين كندوزوا واحد المدة معينة كنصطدموا به بواقع معين. ناخذ هذه التجربه ونقول السلام عليكم. الو الو، عليكم السلام. شكون معنا سيدي؟ هذا اخي رضوان كندا يقاتل الخط. مرحبا بك السي رضوان، تفضل. مرحبا بالتواصل ديالك مره اخرى. الله يحفظكم، مشكورين على البرنامج وراه الدار ديالنا الثانيه. مرحبا سيدي. مرحبا بك سيدي، تفضل. تفضل السي رضوان. هو دابا انا متزوج مده 6 ديال السنوات. اييه. ودابا يعني ديك حتى ديال السنوات ما عادش مرتاح فيها، ودابا ماني قررت نطلق. يعني بحال اللي خديت كناخذ الراحه ديالي نفسانيا، يعني بحال اللي شي حاجه متقلع عليا وبديت كنخف. وما ما كترتاحش فيها؟ علاش ما كنتيش مرتاح في هاد السنين؟ علاش ما مرتاحش؟ هو ان انا النهار الاول ملي تزوجت، يعني اش غادي نقول لك، تزوجت وانايا في واحد الحاله، يعني الانسان ما عندوش ولد الوقت ولد، يعني داك الشيء غير بحال اللي غير الناس اللي تدخلوا. كيفاش الناس اللي تدخلوا؟ باش يعني كيف يقولوا ايش غادي هكاك هكاك، وكنشوف شي حاجه. بلاتي بلاتي اسير سردوان سردوان صبر اليوم غدا سردوان وسردوان تسمعني ياك. نعم. هذه القضيه ديال غادي هكا وهكا ومشيت كدا وكدا، ما عندناش هذا البرنامج. تما الا قلتي لي كدا وكدا وهكا وهكا غنقول لك انا ايوا مزيان ملي مشيتي هكا وهكا وشكرا لك حيت مشيتي هكا وهكا. لا قول لي شنو ما تقول. وهذا اختصرتي لي دابا هكا وهكا، ما فهمتش. لا 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 خويا
غير قل لي فاش شنو منين 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 بغيتي تزوج انت مثلا، شنو 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 الدافع اللي خلاك تزوج بالسيده اللي تزوجتيها؟ واش عن طريق الوالدين، عن طريق الدار، عن طريق المعرفه؟ شنو؟ عن طريق المعرفه. ايوا صافي، تزوجت بها عن طريق المعرفه ومده 6 ديال السنوات. ايه مده 6 ديال السنوات صافي. دابا اليوم قررنا باش نطلقوا باش علاش؟ الاراء ديال المستمعين، يعني بغيت نعرف واش عندي شي واش في شي لافوت ولا سرد. ما عرفتش والله، ما عرفتش غادي ندير. دابا حنا واش زعما عندنا واحد اللي كيعلم الغيب واقيلا؟ والله الا هو سبحانه. ايوا انا دابا بغيتي الناس يدخلوا في دماغك ويعرفوا شنو كاين ويقول لك واش عندك الحق ولا ما عندكش. زوجنا 6 سنوات وبغيت الناس يقولوا لي واش عندي الحق ولا لا. ما فاش غادي يقول لك واش عندك الحق ولا لا؟ شنو كان، علاش، كيفاش عيشوا، كيفاش عشتوا انت وهاد السيده هادي؟ مثلا شنو اللي خلى العلاقه بيناتكم ما تبقاش هي مزيانه؟ هذه كلها امور خصنا نعرفوها باش ممكن الناس يقولوا لك. السبب هو الهاتف، التليفون. فاش كان هادشي؟ نعم. فوقاش؟ مده تقريبا قول من الايام الاولى، يعني من مده 7 ايام الاولى التليفون عندها كيصوني. قلت له ودي راه خاصك تحيدي التليفون، هادشي راه ما خدامش هذا. قالت لك واخا، يعني قطعته. وداز المده، يعني مده 3 سنوات اخرى، لقيت عاوتاني التليفون عندها التخبير، يعني بلا ما نشوفه انا. ايه هو صافي، لقيت داك التليفون، يعني قلبته وكذا ولقيت فيه ميساجات الارقام، هدرت مع دوك الناس، عيد مساعد، عيد مصبر، يعني درت مستحيل وما عداهاش لي الله. وبحال اللي حسيت براسي ما بقيتش كنخدم، داكشي بحال اللي اثر عليا، تقل لي على القلب، وبحال اللي بحال الوسواس بغى يركبني. نعم السرطان. وخلال هاد الثلاث سنين، هاد الثلاث سنين اللي عاودتينا عليها اللي كنتو عايشين فيها انت وياها، من قبل؟ لا، من قبل ما يكون هاد الموضوع ديال التليفون، كي كانت الامور بيناتكم؟ كانت الامور كانت مزيانه. ها؟ الامور كانت مزيانه، واخا انايا ما كنوفرش، يعني ماشي غادي نقول لك كامل كنوفر اي حاجه، ويعني راك تشوف الانسان كيخدم، مهم خدام ما كيريحش يعني الجورني وكذا، وهذه مهم غادي مع الوقت، كافي مع الوقت. اه كافي مع الوقت وخدام، ويعني انا بحالي بحال الناس، وهذه ولا ديك ثلاث سنوات الاخرى، يعني من لقيت هذاك التليفون وداكشي اللي لقيت فيه، وداكشي بحال اللي اثر عليا، ولا الى يومنا هذا بحال اللي بغيت، بحال اللي قاصني شي مرض، بحال شي مرض نفساني، المهم بحال الوسواس، بحال اللي مرضت. يعني بحال ما قدرتيش، ما قدرتيش تسامح. واش ما قدرتيش تسامح على داكشي اللي شفتي؟ أولا داكشي كيتعاود. نعم. قلت لك، أنت دابا شفتي شي حوايج، واش ما قدرتيش تسمح؟ أولا داكشي بقى كيتعاود. الله يرحم الوالدين، دابا داكشي بقى كيتعاود، كيتم المرة الأولى والثانية والثالثة. نعم السي رضوان. كنتسنى يعني هاد المرة تحيد، يعني تخرج هي من هاد الميدان وتشد معايا الطريق. عاود المرة الثانية نفس المشكل، يعني هدرت مع العائلة ديالها وهدرت مع، وهما راهم عارفين هاد الشيء، ماشي ما عارفين شي، لا فامي ديالها كاملين. وهاد الشيء اللي كاين اخويا، وبغيت الآراء ديال خوتي المستمعين باش غيفيدوني. واخا السي رضوان، شكرا جزيلا لك وشكرا على التواصل ديالك معنا. بارك الله فيك اخويا، والله يخليكم لينا، والله العظيم الا كتفاجئوا علينا والله. بارك الله فيك سيدي، شكرا جزيلا لك وشكرا لك على التواصل ديالك معنا، ونتمنى ان شاء الله اراء المستمعات والمستمعين ينوروا الطريق ديالك، و يعني كنقولوا انهم يحاولوا يفيدوك بمقترحات واراء لربما توضح لك بعض الامور. 0-5-35-40-11-12 المجال أرحب بمداخلتكم خلال هذا الجزء الثاني من الحلقة.
وكذلك رقم الواتساب 06 61 48 66 21. نعود بعد هذا الفصل لبعض الإضاءات في تجربة ديال السردوان، وكذلك مع المداخلات ديالكم لا على الهاتف ولا عبر الواتساب. نعود نواصل وإياكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة ميدينا اف ام وبرنامج فسحة أمل ضمن الجزء الثاني من حلقة اليوم الأربعاء 14 فبراير. المجال أرحب لاستيعاب مداخلاتكم وتفاعلاتكم القيمة على رقمنا 05 35 40 11 12، ولا على رقم الواتساب 06 61 48 66 21 في تجربة هدى من دار بيضاء، كذلك رضوان من بركان. نمشي ناخذ أول هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السي حميد. أهلا وسهلا. سمح لنا خليناك شوية كتسنى. كنت مشكلة السي حميد. بارك الله فيك السيدي. شكون معنا؟ أنا معك حلوي محمد الإقليم دروس السي حميد ديالنا. مرحبا بك السي محمد. تفضل. طول عمرك شو غنقول السي خويا رضوان. أنا اسمي ما غايسلمش من الخدمة خصني استمر في العمل. إذن اللي ناوي شي حاجة خارج الشراع خارج القانون غير اليوم غدا غيتفضح أمام البشر أمام الله. أما الله كيشوف كل شيء، ولكن غيقول لك ودي غانا سميتو دابا تقريبا مستي غنقول له حنا سميتو باللهجة ديالنا كذا مستي غيسلم كل شيء دابا غيسبح على خدمة لا. أي لا المرأة لا غيصبر إلى عدرونة غيجهد عليهم الباطل ما غيتوش الباطل، ولكن غيصبر غيشوية بشوية غيشوف الله إلي يجيب الله الحلول. أنا سميتو يد الله فوق أيديهم كيف ما كنت يد الله فوق أيديهم سميتو غيمشي بشوية غير خيرين ما غيسلمش ما غيبقاش ما غيخرش بو هذيك الفلوس بالدارجة اسمي غادي يرمي الخدمة إلى خير يعطي البالون شيء غير اسمي تبغى يستفز أي من جهة المرأة ولا من جهة العمل. نعم السي محمد، يعني كي تنقول الواحد يفرق بين المشاكل اللي عنده. جزاك الله. نعم. سنة يسبح الحالي فتح الله اسمي تبغى ما غيفتش بالمشاكل اللي يفكر فيها وما خدمة ما يسبح ما غيمشيش الخدمة إلى خيره غيسبح بزاف ديال المشاكل دابا غيحل الباب بزاف ديال المشاكل ما غاشي ما غير واحد الجهه. نعم السي محمد، واضح السي محمد. شكرا جزيلا لك مولاي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك السي محمد. عمرك شكرا لك السي محمد. شكرا. ناخذ مكالمه. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معنا لاله؟ معك كوثر. كوثر من اين مدينه؟ من جازا. مرحبا بك كوثر، تفضلي. بغيت ندخل في الموضوع ديال اخذته. انا نقول لي بسرعه يحاول يتنقص مع الزوجه ديالو وما المهم غير بيناتهم ما يدخلوش على فامي ديالو لا هو ولا هي. نعم. انا دوت التدخل ديالي ما يتسرعش في الحكم على الزوجه ديالو. نعم، يعني كتنصحيهم كتنقولوا باش يحاولوا يصلحوا لها الى 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 كاين باقي ما يتصلح. هذه حاجه اكيد اصلا النقاش كيحل اي حاجه. المهم بلاتي هي احسن تناقشوا الزوجه ديالو وما يتسرعش في الحكم عليها. نعم لاله كوثر، واضح. شكرا جزيلا لك لاله كوثر، ومرحبا بالتواصلات ديالك وكاع الناس اللي كيسمعونا في مدينه تازه. شكرا. ناخذ المكالمه. السلام عليكم. الو السيد هذا اللي تكلم لك. غير شكون معنا بعدا وتفضل. قلنا ابراهيم من طنجه. ابراهيم من طنجه. مرحبا بك السي ابراهيم. مرحبا، تفضل. اهلا وسهلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ها اقتلوا من الذي اقتلوا من الذي لا تحيث الله سبحانه وتعالى قد ابغض الحلال عند الله الطلاق. ما كان الانسان هكا تعيش ما تعيش بحال السيدي. كيفاش كيفاش كيفاش؟ قد ابغض الحلال عند الله الطلاق. الانسان لا يشوف المراه خصها الطلاق. صافي. ما يحلوا مشاكلهم ما يجلسوا ما يهضروا والو. ما عندهمش مشاكل. الا كانت الام والاستاذ ما عندها مشاكل. ايه ولكن الا كان ما مأكد من والو كاين غير الشك راه كيمكن. الا كان الشك هذاك شكل خور. ايه وهذا هو السي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا من لا غير تلال. الانسان كان كيشوف واحد الحاجه في الدار ديالو ساكت هذاك تيتسمى ديوتي. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. لا ينظر الله اليه يوم القيامة. نعم نعم السي. تبارك الله عليكم على هذا البرنامج ديالكم. الله يعاونكم.
شكرا لك سي ابراهيم. شكرا لك اخويا. الله يعاونك. شكرا لك. شكرا على التفاعل ديالك. شكرا. صحيح واحد نقطه كان قالها سي محمد من اقليم الدريوش، وهي ربما الاضاءه اللي كنت بغيت نرجع لها في تجربه ديال السردوان. عرفت حنا بعض المرات ما كنقدروا شيء نديروا واحد تمييز في حياتنا، ما كنقدروش نميزوا، ما كنقدروا شيء نميزوا بين الامور، يعني المشاكل اللي مرتبطه بالاسره وحدها، والمشاكل اللي كترتبط بالخدمه والاشياء الاخرى كتبقى بوحدها. صحيح يمكن يكون تاثير، هذا هذه مساله ما فيهاش النقاش، ولكن باش نقول انا تخدمتي ما بقيتش مركز فيها وما بقيتش باغي نخدم وما بقيتش باغي ندير والو، واش يمكن السي رضوان عنده هذا الهاجس ديال كنقولوا بعض المرات منين ما كيبقاوش الحوافز، منين ما كيبقاش اللي كيحفزنا على اننا نديروا ما هو ايجابي في حياتنا. الى اي حد هذه المساله هي صحيحه؟ على العموم سردوان لا يزال في انتظار تواصلاتكم على رقمنا 055-34-11-12 أو على رقم الواتساب 061-48-66-21. وإن كنت كنعتذر لكم مستمعاتنا الكريمات مستمعي الكريم على الصوت شوية غير تسرب إلي بعض من الزكام، مشات لابيل ما كاين باس، قلت كنعتذر. بالنسبة اليوم، اليوم على غير العادة غادي نحاولوا نديروا واحد تجميع خلال الجزء الأخير من الحلقة التجارب اللي تلقيناها خلال هاد الثلاثة أيام من نهار الاثنين إلى غاية اليوم، على اعتبار أن غدا إن شاء الله غادي يكون معنا الأستاذ محمد المدني، واللي غادي نناقشوا معاه مجموعة من المواضيع في كل مناحي الحياة، سواء في التواصل وسواء الموضوع المرتبط بالسموم السبعة المنتشرة. معنا أبيل على ناخذ مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. سي حميد بخير. الله يعطيك الخير مولاي، شكون معنا؟ بارك الله على البرنامج ديالك. بارك الله فيك. هذا برنامج ديالكم ماشي ديالي. سي محمد من اقليم جديده. سي محمد من اقليم جديده، مرحبا سي محمد، تفضل. شكرا بارك الله فيك. هذاك الاخ ديال اللي عنده مشكل مع الزوجه. اي سي رضوان. سي رضوان هذاك خاصو يشد العقل شويه. كيفاش؟ الحياه الزوجيه كتطلب العقل وكتطلب شويه ديال الانسان، خاصو يخدم التجارب ويخدم مع الناس وداك الشيء ويسول ويبحث. ولك هو دابا بدا على الشك. حيت شاف شي حوايج خلاه يشك. واش شي حوايج شاف دابا ما خاصوش يشك، خاصو يبقى غادي خدام في العمل ديالو. يستمر في العمل ديالو ويخلي هذاك هذيك المسائل ما يخليها جانبا، ما عطاهاش اهميه في الحياه ديالو. نعم السي محمد، واضح السي محمد. ويبقى غادي ويبقى غادي في العمل ديالو مزيان ويراقب من بعيد ويشوف المسائل، الا هو تبت شي حاجه اللي هي خارج الموضوع هنا غادي يدير يطبق السرعه والقانون. نعم. ما تبت شي حاجه يبقى غادي في الحياه ديالو مستبر عادي مع الزوجه ديالو، بلا ما يبينش لها بانه راه كاين وكاين وكاين مسائل اللي هي تا هي كتنغصها في الحياه ديالها. نعم السي محمد. نعم. متفقين؟ واخا سي محمد الراي ديالك نقدر نكون متفق معك في شي حوايج ومختلف معك في شي حوايج، ولكن انا الراي ديالي ما مطلوب شيء في هذا الموضوع. انتم اللي كتفاعلوا كتنوروا بعضكم البعض بارائكم. المهم هو كيبني على الشك وهنا غادي يهضم الحياه ديالو كامله، غادي يأزم الحياه ديالو كامله على والو.
نعم السي محمد، شكرا جزيلا لك السي محمد، شكرا جزيلا لك وشكرا للناس اللي كيسمعونا في مدينه الجديده. ناخذ المكالمه. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا وسهلا بك سيدي، شكون معنا؟ احمد من مدينه وجده. سي احمد من مدينه وجده، تفضل سي احمد. نعطيك الخير استاذ، انا بغيت غير نقول لهذا الاخ. نعم. انما خصو شوف خصو يتعامل مع العمل ديالو. يتعامل مع العمل ديالو، وهذاك الشيء راه شوف عندي الا حصلت في حق هذاك الشيء ثابت، وداك الشيء راه مقتنع منه بان ما شاف، ما يزيدش يناقش المحكمه امام امامه. هذا هو الاقتراح ديالي يا استاذ. يعني انت كتقول له الا كانت الامور ما واضحاش يتريث. الا ما كانت ايوا من طبيعه الحال، الا ما كانش واضح، انما راه هذا الشيء ديال الخيانه الزوجيه راه خصها اكثر من 4 شهور. هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام. ماشي ديال الادمي ولا ديال الادمي عادي، راه خصو الشهود، خصو 4 ديال الشهود، هي فوق 4. نعم. انما الى ذاك الشيء راه متيقن منه، هذه التجا المحكمه وهي كت واضح السي هي تاخذ الراي ديالها. وهذا واضح السي احمد، شكرا جزيلا لك، شكرا على التواصل ديالك. الله يعطيك الخير، شكرا لك على هذا البرنامج، كنشكركم بزاف السي. مرحبا بك سيدي، شكرا شكرا. ناخذ المكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم السي حميد. اهلا وسهلا بك السي، بارك الله فيك. الحمد لله بارك الله فيك. انا اول مره كنسمع البرنامج ديالكم وصراحه عجبني، وانا نتواصلوا يعني سير فلاح. مرحبا بك سيدي، مرحبا بك، شكون معنا؟ الله فيك. معك سعيد من الرباط. سعيد من الرباط، مرحبا سيدي. سمعت اخويا المداخله ديال الاخت هدى وديال السي رضوان حتى هو. نعم سيدي. وبغيت نقول واحد النقطه بالنسبه للسي رضوان، يعني واحد المساله اثرت الانتباه ديالي، هو انه منع الزوجه ديالو من الهاتف. كيفاش؟ من شنو؟ يعني منع الزوجه ديالته من انها تستعمل الهاتف. هي وكل مرغوبين؟ فوالا، فهو كيبقى محظور. كل محظور كيبقى مرغوب. كل محظور مرغوب، انا قلبتها. نعم. اذا فهذه المساله كتبان لي انا فيها واحد النوع ديال الوصايه من الاول اللي هي غير يعني غير سلميه اطلاقا. وخص الانسان يكون يتعامل مع الزوجه ديالو كشريكه وكانسان يعني بحال هكا يحسسها بالمسؤوليه. لان فاش كنحس الانسان بالمسؤوليه كيتحمل المسؤوليه، وعندنا بعض الظن يزن، يعني الانسان ما يقدرش يشك غير كذا ويبني على شي امور اللي هي ربما يقدر يكون انا على ما اظن، على ما اظن يقدر يكون مثلا مشكل فيه، يعني هو شاك وفيه شي وسواس وفيه شي حاجه من هذه الامور هذه. نعم. اللي خلاته انه من عام الهاتف، واللي خلاته انه هو يتعامل بهذه الطريقه هذه. يعني ياخذ شويه ديال الوقت ويتريث شي شويه، ويعني يزيد يتحاور اكثر مع السيده ويبنيوا علاقه ديالكم، البنيه تكون مبنيه على الثقه، لان الزواج يكون انسان ذكي حتى عيا كيكون مبني على الثقه والتفاهم. تمام. اذا ما كانش الثقه والتفاهم بين الزوجين والحب متبادل ما يمكنش يمشي بعيد اطلاقا. يقدر يكون ذاك التجاذب الكيميائي، وهنا غادي ندخل مع الاخت هدى اللي يعني اللي لاحظت بان بينها وبين الزوج ديالها الله اعلم كاين واحد التجاذب اللي هو كيميائي. نعم. هي كتبغي قلب، ولكن ما عرفتش ربما الحب اعمى احيانا، الانسان اكثر مما كيبغي واحد الانسان يقدر يتغاضى على شي سلبيات، ولكن فاش كيتحط امام امر الواقع وبعد التوقيع على عقد الزواج وبعد ما كيعيشوا حياه زوجيه فهي يعني ماشي غير امور حلوه، كاين الحلو والمر والمر. تماما. اللي خصهم يتعاونوا على هاد الامور هادي، يعني يتحملوا مسؤوليه، فالزواج مسؤوليه قبل كل شيء. وهو اللي كيخلي اسمو يعني تريث شي شويه ويكون انسان عارف شنو باغي. نعم السي سعيد. نعم السي سعيد. والله اعلم، هذا هو الراي ديالي. مرحبا برايك السي سعيد، مرحبا برايك، وبطبيعه الحال المستمعين اللي كيتقاسموا معنا تجاربهم كيمكن يسمعوا لمجموعه من الاراء وكياخذوا بالراي اللي كيمكن يشوفوا فيه راي كيستجب لهم انطلاقا من تطلعاتهم ومن داك الشيء اللي كيعيشوا. ناخذ هذه المكالمه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك سيدي. لاباس؟ الحمد لله سيدي، بارك الله فيك، شكون معنا؟ واحد السيده سيدي صوت لي غير يعني بحال عندكم نيت. تقدر تقول لي شكون معنا بعدا؟ جاموس من سيدي عياد الغرب. شكون؟ داموس. موسى داموس. داموس، مرحبا بك سيد داموس.
واحد السيد اللي تزرع له في المشكل ديال بحال هذا السيد دابا اللي كيهضر دابا لك السيد اللي من قدام من هذا. نعم. السيد صاحبو بحال الا شك حتى شي حاجه ما عجبتهش كيقول له ودي اسمح لي انت راه صاحبي بحال خويا بغيت نستشر معك واحد الكلمه. واسمح لي قال له واخا. قال له ودي القضيه راه ما شفتش شي امور ما عجبونيش هكاين 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 ولكن ما درت حاجه. سي داموس. اه فاش بغيتي تدخل معنا هنا قصه الضوء هذاك السيد اللي قال لك كنهضروا عليه دابا نيت كنهضروا على جوج الناس دابا على هدى وعلى رضوان. لا على رضوان اييه قول لي ما هذاك السيد اللي سمع ديك الهضره مشى عند خوه. اه قال له ودي انا سمعت اخويا مشى ريحو ياخذ الحوار. قال له ودي انا سمعتها سمعتها سمعت اما الخو سبوه عرق ليه قال له قال له انت حمار انت بلاش بلاش هادشي بلاش بلا ما تقولنا هاد الكلام هذا اسمعني اما الخو ما تقولنا هاد الكلام غير راه فهم باللي راه ماشي راه الراديو هذا ما جالسينش في قهوه تفضل عارف عارف يلاه يلا تفضل يلا قال له خو قال له خو هاد الكلام كتقول راه ما ماشي هو هذا يلا ها سمح فيه ما زاد بحالته بقى السيد بقى متبع بقى متبع حتى حصل القضيه اما حسن ما يرام باش كتنصح السي رضوان السيد المهم يتبع 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 وما يدير في راسو حتى حاجه واضح السيد شكرا شكرا لك السيد شكرا ناخذ مكالمه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام السيد الله يعطيك الخير بارك الله فيك. محمد من 16 مرحبا بك السي محمد غيبتي شي شويه ياك مرحبا بك تفضل الله يعطيك تفضل السي محمد قال لي الاخوان تخلف مني قال لك ودي الا كان الهاجس ديال الشك. نعم انا شي بان لي ما كاينش فهاد الحاجه على اللي سمعت والله اعلم ما كاينش شك ولا السيد عنده يقين. دابا ملي ولا التليفون المره الاولى قال لها حيدي والمره الثانيه صاب واحد دابا 300 صرا خازن عليه التليفون. نعم يعني راه كاين شي حاجه ماشي شلي. نعم يعني وحنا بصفه عامه هاد التليفون ولا خاطر لنا مشاكل صراحه. نعم حيت حنا كنستعملو استعمال خاطئ هو عطاونا التكنولوجيا باش نستعملو استعمال استثمرها ايجابيا نستثمرو بها حنا كنستعملو اشياء اخرى يعني شحال حنا كنقراو دابا في الخيانه الدوليه عبر الهاتف والفضائح ديال الواتساب وهذه الى اخره. نعم. بالنسبه للاخ رضوان انا الراي ديالي يعني كيف ما قال الاخ من طنجه ولا سميتو لي غنتخالف انا مع الاخ اللي قال لك ديال في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن أربعة خص أربعة شهود وهذه هذيك راه في منحة آخر تماما تماما. أنا ديما كنقول لهم الإخوان الدين حنا ماشي متخصصين فيه اللي بغى الأمور الدينية عندنا برنامج يبث نهار الجمعة سميتو ذكر كيديروا الأستاذ عبد الله الطاهري كل جمعة من 10 ل 12 وكذلك عندنا من الفقرات اليومية الشريعة والمجتمع مع الأستاذة ماريا الكزولي صحيح حياة ماريا الكزولي تفضل سي محمد كمل. المهم حنا هادشي ما ندخلوش فيه يعني حيت هادي كتمشي في طريق اخرى ديك اربع اربع شهود وهادي كتمشي في طريق اخرى اي تمام في المحصنات وما الى ذلك. تفضل سي المهم هنا دابا حنا عندنا المشكل ديال هادشي يعني شي مشات شي اشياء يعني اللي كتقول لي ان راه كاين شي حاجه ماشي كتير يعني بالتهوى يعني ما عندناش شي تهوى اللي كيقول هادشي هو اللي عاود انا فاش مش كثير ديال هو تيبان ليا انها شخصيه يعني شويه عنده شخصيه قويه وعنده سميتو يعني خصو انا تيبان ليا ان الحل ديالو هو ان فالمدي الا كان دار اجراءات ديال الطلاق غير يكمل فيها. نعم. علاش؟ حيت هاد الانسانه ما مرة الاولى عطاها فرصه عطاها فرصه وهي بحال هذاك الشخص ما عطاهش عينيها ما عرفتش شنو وحنا يعني بطبعنا المغاربه واحد سميتو حنا غيورين وشافو ان الا بغيناه خصو يبغينا الشخص ديالنا يعني كما قال لكم هو اعترف انه واخا ما خدام يعني قال لكم وفر جميع الظروف الحمد لله راه خدام يا تنعس من المره الاولى كيف هكاك راه خدام هوايا كيجيب لها الكود اليومي ديالها كيمشي كيتقاتل في السياده سميتو لي يعني انا كيبان لي السيد ولا متاثر نفسيا نعم يعني ماشي بغيش يمشي للعمل ديالو ولا شي حاجه ولا بحال خصو يبقى حاضر التليفون ولا شي حاجه يعني بحال هكا ولا عنده هاد الشك خاصو يشوف واش هاد التليفون خاصو هادي يعني الا كان واخا كيقول لك بغا دخل عليه حفظ الله الطلاق ولكن راه راح عند الله سبحانه وتعالى في هاد المسائل باش كل واحد تيمشي هاني وتيدوز
الاخوان. نعم. كنتمناو لله سبحانه وتعالى فيها الخير ما يجعلها. نعم. واذا كان من الاجراءات كنتمناو يمشي تم الاجراءات ديالو هذه من الجانب ديالي يعني باش ما يطيح شي خويا اخرى وما يتعذب هو ولا غادي يتعذب. نعم السي محمد. نعم. واضح السي محمد. الله يعطيك. مرحبا بك السي محمد. مرحبا بالتواصلات ديالكم. شكرا جزيلا لك السي محمد من مدينه سطات. شكرا. ناخذ مكالمه. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا بك لاله. شكون معنا؟ لاباس الحمد لله. كيف الحال؟ الله يعطيك الخير بارك الله فيك. شكون معنا؟ معاك الزهره من مدينه الدار البيضاء. الزهره من الدار البيضاء. مرحبا بك. تفضلي. بغيت نتدخل في السيد رضوان. انا كنقول ليه استنيت يطلق. اه. حيت غادي يبقى لي مشاكل ويبقى لي محاضر تليفون ويبقى لي هذا رأيي ديالي انا. يعني هو ما غاديش كملي كملي كملي. هو ما غاديش يبقى مرتاح نفسيا. نعم. هذا رأيي ديالي. مرحبا بك لاله الصهر. يا لطلع. مرحبا بك ومرحبا بالتواصل ديالك. انت هذه بطبيعه الحال نقطه هو كي تنقولوا تيتسائل على واش يطلق او لا ما يطلقش، وفي نفس الوقت عايش بهذا الشك، عايش به سواء طلق ولا ما طلق. بالتالي راحته النفسيه هذه العلاقه واش ممكن تتطور او لا ما تتطورش، هذا نقاش. ما يمكنش نهضروا على تطور في ظل ان الامر ما واضحش، ما كاينش موده، ما كاينش ثقه بعدا عاد باش نهضروا على موده. وبالتالي الامور كي قالت الاخت الزهره باينه، يعني السي رضوان ربما في هذا الاتجاه مجموعه من المداخلات مشاو في هذا المنحى ديال يا ودي. الا كان تنقولوا هذيك شعرات معاويه كتقال شعرات معاويه، شي حاجه سميتها شعره معاويه مازال بيناتكم نود احترام وتفاهم اكرم به وانعم. حنا سيرت ولا ما قلتيناش واش عندكم ولاد ما عندكمش، ولكن الامور الى مشات في هذا الاتجاه فهي واضحه بشكل من الاشكال. ناخذ مكالمه. نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس بخير؟ الله يعطيك الصحه. لاباس بخير؟ الحمد لله. شكون معك؟ وفدي من دار البيضاء. مرحبا بك السي وفدي. تفضل. بغيت ندخل في المشكل ديال هدى. الو الو السي وفدي كنسمعوك. الو المشكل ديال الاخت. مرحبا مرحبا. اللي بغيت نقول هو كما كيقولوا مثل جواج نيلات الزيرو عام، ولكن هي على حسب جات مفاجاه على الفيسبوك، يعني فيه سر الطرق يعني جوجو الى اخره، يعني طمعته بان سكنة فابور وكذا وهي مهيئه، وزيد على الشيء عندها هي تجربه في المجال. تجربه اولى كانت الاولى يعني هو تقريبا هو راه الله بادي. نعم. يعني غادي يكون بحال في المستوى ديال الابن اللي عندها، هي كتربي في بني الولد ديالها وحتى هو غادي تربيه تقريبا على الجوج. ايوا 28 عام راه الله يجعل البركه في عمر الواحد. بدا كيستوعب الحياه وتفاصيلها بشكل من الاشكال، ما غنقدروش نقولوا بشكل كامل، ما غنقدروش نتحدثوا على بدايه النضج، ولكن مهم كاين واحد الحد ادنى. لا كبر منه سنان شويه ولكن ما كيهمش. نعم. ما بقاش في يعني اكيد هو خاصها تساعد معاه وصافي. ها؟ نعم السي وفدي. نعم. باهي شي شرب عقلو زوجي، هو دابا لقى سكنة فابور ورقاها خدامة حتى هي، فما كيقلب على الزبدة ولا شي حاجة الله أعلم. بغض النظر على والديه اللي ما مصافينش معاه وقيلا على الجواج ديالها بأنها فيها تنزوجها ولدها. ما كما هي كتقول ما كيسولوش فيه، ما تدخلوش. ما كيسولوش يعني حتى الوالد ديالها خاصهم يدخلوا مثلا، غير هي مسكينة كما كتقول بقات فريدة. الاب ديال هاد الجوج والام ديال هاد الزوجه، اذا خاصها اللي غادي يثبت معها الحياه ديالها. نعم. لان الحب كيجي من بعد الزواج، الحب الحقيقي كيجي من بعد الزواج، ماشي بحال داك اللي كيقول لك غادي نبني بالحب ديالي عاد كذا عاد تفرق. لا
بحال غادي نقول لك الا سمحتي لي راه طولت عليك. مرحبا مرحبا. بحال واحد القطعة كنا قريناها بكري فاشي ابتدائي في الستينات. نعم. يعني الزواج ديال الصينيين الصين. ايه الصين يعني ما كيشوفوش هما المراه الزين ديالها لان تقريبا كلهم كيتشافوا. كلهم زوينين. كلهم زوينين كيتشافوا. طبيعة الحال كل شيء كاع الناس زوينين كنا فينا جوانب خايبه وجوانب مطيعه وما بقاش شايف. هما عندهم واحد النظام اخر ماشي بحال حنا عندنا الشريعه وعندنا هذه. اي اكيد. يعني الحب هما البنت الجميله عندهم ماشي كيشوفوا بزين لان كلشي كيتشابه. اي واخا ها. البنت الجميله عندهم كيختاروا بحذاء ديال الخشب. نعم. واش فهمت هذه القضيه؟ لا. لا ما عرفهاش. لا هذه قديمه قريناها قريناها. الور لما كيمشي يخطب البنت كيدي مع هذاك الصباط. اها. إذا كان هذاك الصباط غادي يجي قدها لقت به كي كي ياخذها. إيه. كان كانت رجلها كبيرة ما كياخذهاش. صافي هو كيتزوج الصباط إذا ما كيتزوجش. الصباط غادي يجي. من آخر آخر قطعة في هذا الشيء في المطالعة العربية كنا قريناها في الابتدائي. شنو الرابط هنا السي؟ إيه. ألور واحد القطعة سالينا الدرس ديال هذه القطعة طرح لنا الأستاذ الرأي ديالنا. قلنا يعني أنتم حنا كمغاربة عربية مسلمين كيفاش كي كي كيجي مثلا الإنسان كيفاش كيف يزور شي شي مرأة مثلا أش كي يعشق فيها؟ نعم جمال ديالها ولا كيفاش وكذا كل واحد كيفاش كيقول كيقول التلاميذ كيردوا يعني الأجوبة على السؤال على السؤال اللي طرحه الأستاذ سيوفدي غير باقتضاب عافاك لان مبقالناش شي الوقت بزاف تفضل يعني كل واحد كيقول لا خصك الشعر ديالها الى اخره ها شنو قال اخره اخر مطاف قال لك واحد ما جايني حنا كنقول المراه بجميع المسائل ديالها جمالها بالصفه ديالها اخلاقها بخصالها بافكارها كذلك. شكرا لك سيوفدي واضح شكرا مرحبا بك ناخذ مكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسيدي شكون معنا؟ عبد الرحمن من وجدة. عبد الرحمن من وجدة مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. عندي واحد المداخلة في السي رضوان. أولا يعني ما قال لك واش عنده شي وليدات ما عندوش. تماما ها. واه ما عرفناش واش عنده شي وليدات ما عندوش. ثانيا التليفون عادي. عادي. واه حتى هي تواجد مع أمها تهضر مع باها تهضر مع خوها يعني عادي. ماشي التليفون ربما اللي عندي فيه مشكل محتوى اللي في التليفون. واه كيفاش هو؟ واه ماشي مشكل يعني انت عندك تليفون اللي نشك فيك انا علاش عندك التليفون. لا هو شاف شي حوايج في التليفون بحال شي حوايج يعني انه ما تبعتيش معنا السي ما تبعتيش معنا اذا لا تبعت معك لا ايوا راه السي رضوان قال لك بلي شاف شي اشياء التليفون اللي معجبوش فهمت ماشي ماشي قال لك المساله مرتبطه بالتليفون ولا ماشي بالتليفون واه فهمتي يعني هاد الحوايج هادو يعني واحد الحاجه يعني قبضتها يعني نشوف فيها بعيني ولا ما غاديش ندير على التليفون. لا هو شافها في التليفون السي عبد الرحمن على العموم. السي عبد الرحمن شكرا جزيلا لك وشكرا على التواصل ديالك معنا. شكرا لك مستمعاتنا الكريمات مستمعنا الكريم غير في هذه القضية زعما كملاحظة أنا ديما كيعجبني ندير بعض المسائل اللي كتكون توجيهية في البرنامج. ما عرفتش جميل مرحبا بكاع الآراء مرحبا بكل التفاعلات لكن عندي رأي نعبر عليه بطلاقة بلا تجريح حيتاش ماشي أي مصطلح يمكن نقوله وإن كان عند البعض يعتبر عادي عند البعض الآخر ماشي عادي بحال اللي وقع مع السيد داموس وكنعتذروا لكم بالمناسبة. وثانيا نكونوا متبعين الحالات والتجارب بعد باش يمكن نعطيو فيهم اراء ما يمكنش نعطيو الاراء في حاجه اللي ما تبعناهاش. ناخذ مكالمه. السلام عليكم. وعليكم السلام حميد. سي حميد كي داير بخير؟ لاباس اخويا بخير. يعطيك الخير مولاي بارك الله فيك. تفضل سي حميد. سلامتي للمستمع الكريم برنامج يفوز هذا الامل. مرحبا سي حميد. من دخل اخويا حميد في سيد هذا هو هذي قال لك راه بغيت نعالج. نعم
قدمت ما كيفاش سميتو رضوان رضواني نعم سي الحاج هو باقي عنده الوقت مسكين مهله ولدي التفكير انما الصبر يصلح الخير انتينا سي حميد كنسمعك سي الحاج تفضل اذا صبر تزوج على المصير ديالو تليفون ما يبقاش لك مشكل وداك الشك فيه الشك ما يبقاش ربما قريب سيني كيما صبرت السنين يزيد واحد عامين اخرى ولا عام اخر راه تما يجرب يجرب ديك التجارب اللي هو دوز معاها مسكينه على العلاوات الطوع هي غادي يقدر يخوفها دابا بالطلاق هي ما غاتبش الطلاق نعم سي فهمتينا سي حميد وكان زيدو يصبر يحيد منه داك الوسواس ويعيش الواقع ديالو يومي شي يخدم كرجل الزمان هلا بقى عنده المرأة فهمتينا سي حميد كل مشكل كل مشكل له حل تفقينا سي حميد واضح سي حميد البنية ديال البارح اتصلت انا اول الاخر فاش هضرت معاك ديك فرنسا اياه انت اللي ما تمكناش راه درت وهضرت حتى هي طبيب انا خليتها بقات ما تمكناش نتواصلوا معك السي حميد لان عيطتي كنبقى لنا شي جوج ديال الدقائق احترامات يا السي حميد احترامات مرحبا السي حميد تفضل تفضل احترامات للبرنامج بارك الله فيك السي تفضل بنت شابه وجدان ولا مريم ولا امين ماشي وجدان مريم وجدان مولات الوليد اياه لا نهضرك على مريم ديال البارح واخا تفضل ماشي مشكل لا مرحبا مرحبا تفضل عيني انا ولا خصني ندخل فيها على هذيك يعني كل حاله كنت تصمتهم كانوا في ربطوا لي الحزن والاوهام ديالي عليهم لا اخ مسلم حر ودير سي حميد يعني نحس اني تبقى فيا الانسان ماهيش مشاكل ماهيش ظروف مهمومه مي يكون فرحان يكون نشاط يكون نقي يكون مصلي الوقيتات ديالو يكون مزيان الناس حبوا الناس حب فهمتيني الوطن نعم سي الحاج تفضل البارح حكيت بها بهذيك الظروف اللي عاشت فيها وسمعتها شجاعه في الامر ديالها يعني عجبتني وديت حميد كنشكرها بزاف نعم والشابات يعني خلات رساله الشابات حركوا في وجه مصيرهم بدون خوف هو كان نقطه ضعف ذاك الخوف ديالها لكن حدث ذاك الضعف تحدث على امينه بالضبط امينه وديت حميد ها أه؟ هذه تدفع المدرسه المدرسه اييه كانوا بجوج الحالات متشابهه تقريبا بالامس حاله ديال مريم والحاله ديال امينه واه ديال امينه اللي كانت تدفع المدرسه وريحه الشهر وقالت على القضيه ديال الاب ديالها بان كان شويه صعيب لا ما صعيبش ودي سي حميد الاب ديالها ذكي شنو هذاك فاش قال لها بنيتي اختار لها تقراي قراي وفاش تقراي ماشي واعر هذا هادي إنسانة عندها تربية وغفلات على دي التربية ديال والديها بأن راك موليد مربوك حكم ما غاديش توجه المصير ديالك حديتي يعني كانت عندك نجاح عندك نتيجة في الأمل ديالك في ذاك الوقت اللي هو حياة هكاك بطلة الشباب الشابات كيكونوا الشابات ودي سي حميد نعم سي الحميد والسيدة هادي ماجدة اللي من كازا ماجدة من كازا اييه مولات الوليد اللي دخل على ذاك الانسان اللي هو مزوج هي ساكن معاه في الدار هدى هدى نعم الو الو سي حميد وي تفضل سي الحبيب كنسمعك انا راني كنسمع غير باقتضاب لا هي باقتضاب حيت كيتسناونا مكالمات اخرين غادي نعيش كلمات صافي غادي يلا تفضل نقول لها صبري كيما صبرتي هذا العام ونص ديك الحظ راه عندك ولد عطيه لولدك عطيه لولدك وعطيه لحياتك الحب راه ماشي سهل اش حب انسان يعني شريك ديالك حبيتيه وصبري معاه واضح سي الحاج واضح السلام عليكم وشكرا السلام عليكم مرحبا بك سي الحاج مرحبا بالتواصل غدا ان شاء الله معكم مرحبا بك سي الحاج اي غدا مع السي كرامتي غادي نتواصلوا معاه ان شاء الله غدا في برنامج فسحة أمل ناخذ هذه المكالمة السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام يا سيدي لا يعطيك الخير بارك الله فيك شكون معنا إن شاء الله من برنامج
الله يرحم والديك. تفضل. بغيت التدخل ديالي مع السي رضوان. مرحبا رضوان. عندي جوج اقتراحات. الاول يعيط لذاك السيده يقول لها شوف حنا ما كنديروش التليفون بالتخبيع ولا نشوفو مخبع ولا نشوفو مثلا يكون مطلق ديالي والمطلق ديالها مطلق. ذكرني شكون معنا عافاك؟ كي ادريس من الشاون. سي ادريس من الشاون. نعم. تفضل. هذا التليفون خاص يكون ديالو ولا ديالها. ماهوش علاش غندير راكب حنا التليفون الا يقول لينا راكب التليفون يجبرو فيه مسائل خايبه مابقاش العيش. دابا يطرح ليها واحد السؤال جد واحد موتن. حنا كنقولوا باللغه ديالنا الشماليه واحد شنو؟ احنا باللغه ديالنا جامي كنقولوا زيد موتن. نزيد واحد التعليم نزيد واحد نقول نزيد واحد العبره نقول لها شوف اخر فرصه آخر يعني عايز. فرصه نزيد نزلوا التليفون ديالي وديالك حنا عايشين مزيان باش يمشي يخدم مريح. ما بغيتيش انت الناس غادي دير التليفون مخبع ويصدر في المشاكل فيه. وانا راجل من عمر الراجل ما يكون عايش في الدم. حتى المراه ما خصهاش تعيش في الدم ماشي غير الراجل. الراجل يكون فيه شويه الغيره والمراه عنده بعد السبع ايام الاولى وهي كتفاصل ما بقاتش زوجة الراجل هذا. اللهم يفك احسن. واضحه السي هي الرجال موجودان وهو انت موجودين انت خدم في عقله. دابا هو مشكاك هاو كيف تطعن في الذات ديالو وانت يداك انت مزوج وحنا مزوجين وكلنا احنا الحمد لله. باش كتنصح السي رضوان السي ادريس من غير هذا المقترح واش عندك شي حاجه اخرى ما تضيف؟ نعم نعم هذا اللي كنضيف عليه. هذه انا نقول لك يخاطبها يقول لها نزل ذاك التليفون بدل ذاك الكرت ذاك تعبئة الكرطه دير التليفون جديد وديالي هاو منزل وذاك منزل ونحن احنا متواصلين. ما بغيتيش اطلق هو احسن. واضحه سي ادريس. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا جزيلا لك سي ادريس. مستمعينا الكرام غادي نمشيو ناخذ فاصل ونرجعوا لما تبقى من الامد الزمني من برنامج فسحه امل. نرجعوا باش ناخذوا بعد المداخلات. اولا عندك شي ابل؟ ما كايناش. داكور. قلت نرجعوا متى ناخذوا كاينه ناخذوا مكالمه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام خويا حواد الطهيري. اهلا وسهلا بك لاله. شكون معنا؟ سعيدة مصفر ولك القلية. أهلا أنا سعيدة. لاباس كل شيء بخير الحمد لله خويا ربي يخليك. الحمد لله. كي داير الأمور مزيان؟ إحنا كنعديو الحمد لله. مرحبا مرحبا الحمد لله. كنشكرك بزاف. ما بقيتيش كتسناي نهارك بعدا ياك؟ الواقي عاقل عليا. لا والله عاقل عليك الله أودي. هذه مستمعي الكرام سعيدة اللي كانت تواصلت معنا تقريبا في الحلقة الثالثة والرابعة من برنامج فسحة أنا اللي كانت حكات لينا على معاناتها مع الزوج ديالها بطبيعه الحال اللي تزوجات في السن ديال 17 ولا 16 سنه 21 سنه ياك بالضبط. ومجموعه من التطورات والمعاناه وكنا تواصلنا معها وحاولنا نخففوا ولا بشي شويه على داك الشيء اللي كتعاني. سعيدة تفضلي. على سعيدة مرحبا بك. انا خويا تعرف الموضوع ديال اختي هدى. اييه انا كنصحى تقدر مع داك السيد ما نصحاش بالطلاق صراحة. ما نصحاش بالطلاق. انا الا طلقات غتفتح عليها بيبان بزاف ديالها خايبه والله. نعم صح. ما نبغيش طلاق لا يجمع شملهم لا يعاونها مع وليدات وولادها. نعم. وكان بغيت نطلب لك واحد الطلب الا جات على خاطرك. مرحبا الا كان بالامكان. مرحبا. غير في الموضوع القصه ديالي كانت يعني تقدم لي شي نصيحه وتعاود القصه ديالي المستمعين يرشدوني ولا بغيت نسمع المستمعين شنو يقولوا. مرحبا مرحبا. وقيلا وان كانت القصه ديالك نالت كيف نقولوا لا سعيده نالت الحد الوفير من المداخلات في ملي كنتي تواصلتي معنا. ما عرفتش واش سمعتي بزاف الاراء ديال المستمعات والمستمعين اللي كانوا تواصلوا معك ولا لا. لاقاش كانت الإدهاية مشات ليا ما كنتش نشوف يعني فاش كنت كنسمع ما كنتش كتجدد القصة ديالي. كتعاود جميع القصص اللي ديالي ما كتعاود. لا 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 جددنا كاع القصص وكل القصص اللي تناولناها في هذاك الأسبوع رجعنا ليها وكنرجعوا كنذكروا بأهم القصص اللي تناولناها نهار الأحد. شكرا. ولكن سعيدة هذا ما يمنعش إن شاء الله نوليو نتواصلوا معك مرة أخرى وميت نبغيو نعرفوا حتى فين وصلتي أهم التطورات واش سعيدة مازال في بلاصتها ولا زادت شي شوية لقدام إن شاء الله
صافي سعيدة. وين كنتي؟ باين لي الحمد لله كاين واحد النوع من التحسن من الهضره ديالك. مرحبا بك سعيدة. مرحبا. شكرا. واسمح لي عصبتك ديك الساعه. لا لا ما كاين حتى مشكل، حنا تعصبنا من اجلكم ماشي من اجلي انا، ماشي من اجلي كشخص. لا بالعكس، لما كنا مرحبا مرحبا لما كنفاعلوا شي شويه بعض المرات مع تجاربكم فهو من اجلكم ماشي من اجلي انا ولا من اجل علاء ولا توفيق، ولكن تجاوبا مع تجاربكم، حيت ما يمكنش انتم كتعاودوا لنا تجاربكم وحنا كنتعاملوا معها ببروده. معنا ابل ناخذ مكالمه. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكون معنا؟ يوسف من سيدي سليمان. يوسف من سيدي سليمان، الى قدرت ترفع شويه الصوت ديالك يكون افضل. تفضل. مزيان تفضل. خويا بغيت ندخل في ديك السيد رضوان. اييه خويا، الكرامة ديال الانسان هي اهم حاجه. راه ما يمكنش تكون دايره التليفون مخبي، اذا كان دايره التليفون مخبي يعني كاين شي حاجه من ورا داكشي. نعم. انا تنصحو تنقول لا يقايش حياته كامله هو تيشك، والله من الاحسن الطلاق هو الحل الوحيد اللي تيناسبو. انا تنقول هادشي انا لو كنت في بلاصتو ندير هاد الحل هذا. نعم. هادشي اللي كاين الطلاق هو لا راه انت ما كتقولو لا يناقش لا والو صافي. لا صافي. لا انا تنقول لو كنت انا في بلاصتو ما نناقش. علاش؟ لان دايره التليفون مخبي يعني كاين شي حاجه. هادشي اللي كاين واضح، هادشي بلا ما شي حاجه ديال المقر، شي حاجه ديال المقر، شي حاجه ديال مخبيه، شي حاجه انا مرتي تخبي لي التليفون يعني انا ملي لقيت التليفون عم قشاك. نعم السيس. هذا هو الشكل اللي كاين. انا في بلاصتو عم طلع. نعم. انا تنقول هادشي ماشي حتى حسن ندخل. قاطع الخط سيوس من مدينة ابن سليم. نواصل وإياكم مستمعينا الكرام دائما ما تبقى من دقائق من برنامج فسحة أمل، حلقة الأربعاء 14 فبراير 2018. طبعا الحال قلت اليوم ممكن ندير واحد جميع، وكنعتذروا للمستمعات والمستمعين اللي ما قدرناش أننا نأخذ مكالمتهم اللي كانوا مازالين باغيين يتواصلوا معنا. غير هو ملاحظة واحدة، قالوا لي الشباب اللي شي حد تواصل معنا وقال الرأي ديالو، ولكن آراء ديال الناس الآخرين ما عجبوهاش. حتى واحد فينا ما عندوش مفاتيح الحقيقة، حتى واحد فينا ما عنده هاد المفاتيح. كلنا عندنا أفكارنا، كل واحد بالرأي ديالو، كل حد بالأفكار ديالو. إذا ملي كنقول أنا فكرة ماشي بالضرورة خص كل شيء يكون متفق مع الفكرة ديالي. هذا جانب. كان لنا كل الشغف والصدق في المؤانسة وفي الاستماع وفي الاستيعاب ديال مجموعة من التجارب اللي دازوا معنا هاد ثلاثة أيام. نهار الاثنين كنا عطينا التجربة ديال السي محمد ما تستحقوها من أمد زماني. كنا سعداء باش نلتقطوا التواصل ديالو ونحاولوا كي تنقولوا نخفوا عليه ما تيسر من ما يشعر به من غبن ألام نتيجة تخلي ديال الأبناء ديالو الزوجة ديالو عليه. كذلك بالأمس تناولنا أربع تجارب، إن لم أقول أربع تجارب تماما، تجربة نادية وتجربة ثلاثة، نادية ما كملناش معها، تجربة مريم وأمينة من الدار البيضاء، وكذلك تجربة وجدان من فاس. في تجربة أمينة ومريم تلخصان كيف ما قلت حاجة المجتمع للإبداع في التربية، وحاجة المجتمع للتربية على تقبل الآخر وعلى الاختلاف وعلى تمنيع النفس بطبيعة الحال وعلى إكساب النفس نوع من المناعة. في تجربة وجدان كتلخص لنا واحد النوع من ما قلت لكم قبيلة، في تجربة وجدان هذاك هو عيد الحب الحقيقي، هذاك هو الحب الحقيقي، هذاك هو التعبير على
سيادة قيم القيم الإنسانية النبيلة في مجتمعنا، وعلى أنها لا تزال قائمة، وعلى أنها لا تزال موجودة وكينة بقوة. هذه تلخصت لنا في تجربة ديال الوجدان بالأمس. اليوم بطبيعة الحال تناولنا جوج ديال التجارب، مازال ممكن نرجعو نعطيو فيهم بعض الإضاءات في قادم الحلقات، خصوصا حلقة يوم الأحد، على اعتبار أن غدا إن شاء الله تعالى غادي نكونوا على موعد مع الأستاذ محمد المدني باش نناقشوا معاه مجموعة من المواضيع كما قلت لكم من قبل. غادي نناقشوا معاه التواصل، غادي نميزوا ما بين التواصل الفعال والتواصل غير العنيف، وكذلك غادي نناقشوا معاه السموم السبع المنتشرة، وغنعرفوا شنو هي السموم السبع المنتشرة. بقوا معنا في الاستماع، كذلك مرحب بتفاعلاتكم كذلك على رقمنا 0535 40 11 12. مستمعاتنا الكريمات، مستمعي الأكارم، أشكر لكم كرم متابعتكم وإصغائكم لبرنامج فسحة أمل. أنتم اللي بديتوا معنا الحلقة من أولها إلى الآن نقول لكم شكرا، وحتى أنتم اللي بديتوا معنا لكن النعاس غلب عيونكم نقول لكم شكرا. سهر الواجب المهني، نحن نستحضركم مستعملات ومستعمل الطريق، نقول مزيد من الحطة والحذر. جاليتنا المقيمة بالخارج مغاربة العالم www.medinafm.ma، نحن أنيس غربتكم. شكر لصديقاي اللذان رافقاني في تأتيت هذه الفترة الأثيرية واللي امتدت بحضرتكم من العشرة ليلا وإلى غاية الآن. في القيادة التقنية من خلال الإشراف على الإخراج صديقي علاء الدين الأجراوي، وفي القيادة التواصل معكم من خلال استقبال مكالمتكم عبر الرقم 0535 40 11 12. توفيق رباني. ملاحظة أخرى، أعتذر لأن اليوم ما تمكنناش نستقبل رسائلكم عبر الواتساب نظرا لواحد العطب تقني، نصلحوا غدا إن شاء الله تعالى ونرجعوا نفتحوا عليكم على مداخلتكم وأراءكم على الواتساب 0661 66 21. أما أنا حميد طاهري صديقكم، كنت معكم خلف الميكروفون، وأنقول لكم تحياتي وأجمل المتمنيات أتمنها لكم، وأقول لكم كما أقول لكم دائما، نعسوا نعس الراحة، صبحوا على خير، الله يعاونكم.